أهلا وسهلا بكم، ندعوكم للاشتراك بالقناة بالضغط على سبسكرايب أسفل الفيديو، ولا تنسوا الضغط على اللايك لمزيد من التشجيع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي، أرحب بكم. معكم الحكيم عمر من سلسلة وصفاتنا اليومية. اليوم بدنا نقدم لكم إن شاء الله وصفة جديدة للشعر والعناية بالشعر. هذه الوصفة لعلاج تساقط الشعر وحل مشكلة التجاعيد في الشعر وأيضا الفراغات بين الشعر بمكون واحد فقط وبوقت قصير جدا. طبعا هذه هو البذور، هي بذور الكتان الرائعة جدا. سنستخلص هلام البذور هذه كما تشاهدين في هذا الفيديو. هذا طبعا البذور رائعة جدا، مفيدة جدا للشعر وللبشرة، وأيضا كنت قد شرحت لها، يعني شرحت في وصفات لاحقة على هذا الموضوع، واليوم سنطبق بطريقة عملية على هذه البذور الرائعة. طبعا أريد أن أنوه، هذه الوصفة تضبط وتنفع إلى الرجال والنساء على حد سواء، وهي أيضا تساعد في حل مشكلة تساقط الشعر والفراغات، وتعمل على تطويله ولمعانه وتقوية الشعر وأيضا تكثيفه كالهنديين أو الهنديات. الآن سنحتاج فقط إلى الماء الساخن، ونحتاج إلى بضء الكتان. سنبدأ في تطبيق العمل ومن ثم نعود إليكم بطريقة الاستعمال. الآن سنضع المكونات معا، سنضع من كوبين إلى ثلاثة من الماء وإلى تقريبا 4 معالق من بذور الكتان، ثم نضعهم على النار، وبعد الغلي نتركهم لمدة 5 دقائق كي يخرج هذا الهلام. إذن إخوتي، بعد أن قمت بغليه كما شاهدتم وتركته لمدة تقريبا 10 دقائق كي يعني يبرد ويمكننا بعد ذلك أن نستعمله. الآن كما تشاهدون هذا هو الهلام الموجود على السطح، كما تشاهدون هو لزج. أنا يعني أحاول توضيح الكاميرا. هذا طبعا الهلام الرائع جدا، هذا هو الفائدة والمفيد جدا في طبعا البشرة والوجه. سنقوم الآن باستخلاصه بعدة طرق، يمكنكم استعمال ممكن الفلتر أو المصفاة، أو ممكن أخذ طبعا قطعة قماش كهذه ووضعها مثلا على الصحن بهذا الشكل، ونقوم بتصفيته بهذا الشكل. طريقة الاستخدام، نقوم بهذه الطريقة بوضع هذا الهلام على فروة الرأس من مدبت الشعر وحتى بصيلاته وأطرافه. كما تشاهدون تقوم الآن بعمل المساج لمدة 5 دقائق من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر. تقوم بفرد هذا الهلام المفيد جدا الذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمغذيات للشعر. كما تشاهدون هي تقوم بوضعه في منطقة فراغات الشعر والمناطق التي تحتاج إلى توقيف تساقط الشعر وإيقاف هذه المشكلة، وبعد ذلك هي ستقوم بعمل كعكة على الشعر. الآن كما تشاهدون قامت بتغليل الهلام على كامل الشعر. ستقوم الآن بلف الشعر بقطعة قماش، لازم أن تكون ويجب أن تكون هذه دافئة، الماء الذي بداخل هذه القماشة دافئة، وإذا بردت يجب أن تكون أيضا تضع عليها الماء الدافئ لمدة ساعة.
الجلسة لازم أن تكون ساعة واحدة. بعد أن استعملت هذه الوصفة لمدة ساعة كاملة، تقوم بعمل غسول للشعر بالشامبو المفضل لديها، وبعدها تكون هي قد حصلت على نتائج مرضية إن شاء الله. تقوم باستعمال هذه الوصفة لمدة 3 مرات في الأسبوع، ولمن تريد النتائج يعني بشكل أكثر تقوم باستعمالها بشكل يومي، ستحصل إن شاء الله على النتائج بأسرع وقت ممكن. إذا عجبكم هذا الفيديو نهاية حلقتنا، لا تنسوا الضغط على لايك أسفل الفيديو وشير لجميع الأصدقاء كي تعم الفائدة، وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.